السلام عليكم اخوتي. موضوع بسيط دغيا غادي، لان بزاف الميساجات اللي جاتني بخصوص الصوتيات ديال القنوات ديال الميلتي ستريم، لا اللي في اليوتيلسات دوبل في 5 ولا في الهيس باسات. فالموضوع جد بسيط. انا غادي نبدا بهذا القمر، هذا نبدا باليوتيلسات دوبل في 5. وسمحوا لي انا اش داير هكا، لان راكم عارفين حقوق البث او حقوق النشر فشويه صعيبه، يقدروا يضربونا بسترايك، وسيرتو اليوتيوب ولات جاهله على هاد المسائل هادي، ما كترحمكش فهمتي. فانا غادي ندير ساتيليت باش نبين لكم اين قمر غادي نخدموا عليه. غير بقاو معايا باش فانا غادي نشرح دابا. راه كاين الهيسباسات، غادي نشرح على اليوتيلسات دوبل في 5، فبقاو معايا. فاولا فسهله، هانتوما كما كتشوفوا راه الصوت كنعيان، زيت الصوت والو، هنايا نزيد الصوت والو. فغدير ميني، فهنا دابا عاد غادي ندخل، غادي تمشي للسيستم، هو هذا، غادي تمشي للبارامتر، غادي تمشي لافي، ملي غتمشي لافي غتبرك، غادي تلقى اش دي ام اي اوديو. هادو دابا كنشرح على الايبيرو، من بعد غادي نولي نشرح لكم على بعض الاجهزه. هنا غادي تلقى الا كتلاحظوا اش دي ام اي بي سي ام، هانت غادي نحولها ل اش دي ام اي راو ار ا دبليو في، او غادي تلقى الاس سي 3 فغادي يخدم لك دغيا دير راو. فانا غير غندير الصوت غادي يبان، غادي نخرج من لهنا، لاحظتوا ها هو الصوت بان. صافي الخوت، هانتوما الصوت ها هو. ملي غادي نرجع للبي سي ام غيتسد الصوت، لاحظتوا. فانا غادي نرجع للار ا دبليو في غيتسمع الصوت. صافي الخوت، الموضوع جد سهل، تبارك الله عليكم.